السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة زي ما انتم عارفين السمان بتاعنا بإذن رب العالمين احنا وصلنا الحمد لله لعمر 30 يوم تقريبا. طبعا برضو عندنا في سمان زي ما انتم شايفين يعني احجام برضو تعتبر صغيرة لسه عن الاحجام بتاعتنا ما شاء الله لا قوة الا بالله. طبعا عادي برضو مفيش مشكلة لان طبعا هو اختلاف او العمر السمان المختلف اثناء خروجه من البيضة، فاليوم بيأثر جامد يا جماعة محدش يستهون. اليوم والله بيأثر جامد في حجم السمان في نهاية الأمر، فالله المستعان ربنا ييسر لنا الأمر كده ايه ونشوف. طبعا زي ما قلت لكم ان احنا طبعا انا عندي في نسبة تشوهات كبيرة جدا في السمان، فانا بإذن الله ناوي ان انا الذكور ان انا اتخلص منها كلها اتباعها كلها واشتري ان شاء الله ذكور جديدة علشان خاطر الانتاج بتاعنا. طبعا في ظل ارتفاع سعر العلف يا جماعة يعني هنحاول برضو ان احنا ايه ما نقعدش سمان كتير معانا في يعني في الحظيرة بتاعتنا، نحاول الذكور اللي ملهاش اي لازمة نبدأ نلبحها او نتخلص منها بالبيع. وبالنسبة لل بس يا بنتي اللي عمالة تتشكلي مع الكاميرا، اما بالنسبه يا جماعه للامهات برضو هنحاول بقدر الامكان ان احنا ما نزودش عن 8 امهات في العيل، لان طبعا خلاص احنا داخلين على الصيف وهيبقى الجو حر وايه ما ينفعش ان احنا التكتلات اللي هي الموجوده دي يعني لازم نبدا نخف بقى ايه كميه السمان مع بعضه. طبعا العين بتاعتي يا جماعه العين بتاعتي عباره عن حجمها 45 في 65، فدي يا جماعة بتتحمل لغاية 8 سمانات في قلب العين في الصيف، وممكن تاخد لغاية 20 زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله انا يمكن عندي 20 سمانة في قلب العين وقاعدين كويسين الحمد لله رب العالمين. فنخلي بالنا من الحتة دي ومن الايام اللي جاية ان شاء الله عشان خاطر ايه اول ما الجو يحتر محدش هيطيق بعضه ايه، احنا اصلا ذات نفسنا مبقاش طايقين بعضنا. والله المستعان وكل عام طيبين في دخول شهر رمضان الكريم المعظم. وربنا يعني ايه يجعله ايام خير باذن الله علينا.